كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده. معنى سمع الله لمن حمده أي أجاب الله دعاء من حمده، أجاب الله حمد من حمده. وليس المقصود بالسمع السمع اللغوي، السمع المعهود، لأن ربنا سبحانه يسمع من حمده ومن جحده. المقصود هنا بالسمع الإجابة، إجابة الدعاء. وبهذا المعنى ورد ذلك في ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تسمع. لا تسمع أي لا يستجاب لها. وهذا لفظ حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن دعوة لا يستجاب لها، وهذا تفسير قوله ومن دعوة لا تسمع.